ليه مواجهة الأوراق المكشوفة زي ما قلنا في التقرير؟ لأن كل فريق عارف كل صغيرة وكبيرة عن الفريق الآخر. عشان كده هبدأ مع كابتن عادل. شايف يوم السبت المواجهة هتكون إزاي بين الأهلي والوداد؟ مواجهة صعبة، من بقالنا كتير جدا ما دخلناش المباراة دي بظروف متشابهة. كل الفرق دايما يا اما في مصر في الدوري متوقف شويه استعدادات، يا اما في المغرب في استعدادات، او الدوري هنا مكتمل او الدوري هنا لسه ما خلصش. فطول الوقت بيبقى في فروقات في الـ في الـ في الـ في الحالتين. المره دي اول مره ندخل سيمي فاينل، الاربع فرق حالتهم واحده، الاهلي والوداد والرجاء والزمالك حالتهم واحده. التوقف كان على الجميع، اول مره توقف يشهده العالم كاملا، مش في اماكن واماكن، لا الناس كلها وقفت في وقت واحد، الناس كلها رجعت في وقت واحد. صحيح. ممكن فرق اسبوع ولا اسبوعين، ولكن مش هو ده اللي يعمل الفرق. دي ظروف مشابهه. ما قبل الكورونا كان في فرق عندها افضليه، يعني الاهلي من اكتر الفرق كان عندها افضليه قبل الكورونا. انا شايف ان الاهلي كان سابق شويه، الوداد كان بيأدي بشكل كويس، والرجاء والزمالك كلهم بيأدوا بشكل كويس، ولكن الاهلي كان في التوب فورم بتاعته قبل الكورونا. ما بعد الكورونا الاهلي شويه اتاثر، في اصابات كتير كانت بالجمله، اصابات في اماكن عمود فقري لفريقك، في اماكن في كذا لعيب عنده اصابه، فقدت لعيبه في الانتقالات اذا كان عدم تجديد او حاجه. فالاهلي انا بقول الاهلي اسهمه مش زي ما قبل الكورونا، الاهلي قلت شويه، ولكن تبقى الفرص متساويه. اللي هيقدر يحسم المواجهات دي كلها الاكثر تنظيميه، الاكثر صبرا، اللي هيقدر ما يستقبلش اهداف. انت يعني انا عندي احساس ان الاربع المباراتين دول الاربع مباريات بتوع السيمي فاينل الاهداف فيها تبقى فيها صعوبه شويه. اللي هيبقى منظم اكتر هو اللي هيقدر ياخد البطوله، هو اللي هيقدر ياخد البطوله. اللي هيقدر يسجل خارج ملعبه هيبقى عنده افضليه، دي حاجه برضو من الحاجات المهمه جدا اعتقد كل الفرق ممكن تلعب عليها. مش كل فريق هيبقى رايح بيلعب مستني الفريق التاني يلعب عليه وهو في زون، لا اعتقد في فرقه هتباغت. متوقع ان الاهلي ممكن يباغت في اوقات بضغط عالي، متوقع في كل فرقه، والوداد كمان بره ملعبك ممكن يشتغل ده. ففي سيناريوهات كتيره، ولكن الفرص كلها واحده، اول مره نتشابه في الظروف. واتمنى التوفيق للاهلي، واتمنى ان احنا كان عندنا الفتره اللي فاتت حاجات كتير كنا محتاجين نشتغل عليها. اخر ثلاث مباريات اختفت تماما، او اختفى جزء كبير منها، مفيش حاجه بتختفي تماما، الاخطاء ما بتختفيش تماما، ولكن اختفى منها جزء كبير، ودي حاجه بالنسبه لي مؤشر كويس. كان قلقني جدا ما بعد الكورونا، حتى من الماتشات الوديه بدايه مباراه الجونه كان عندنا اخطاء كتيره، واخطاء انا شايف ان هي قله تركيز، قله تركيز من الجانبين، من جانب الكادر الفني ان هو برضو موجود مش موجود، شاغل نفسه بحاجات تانية. احنا عدينا المرحله دي، ولكن اثرت بعض الشيء، عدينا بس عدينا منها بسرعه، دي حاجه كويسه. يعني انت عديت منها بسرعه. احنا كنا موفقين في اخر ثلاث مباريات في ان احنا الاختيار كان مناسب. انا وجهه نظري في ناس كتير جدا انتقدت الاختيار او ان هي كانت متخوفه من الاختيار، ولكن انا شايف الاختيار مناسب. انا رايي ان احنا جبنا مدرب مصري بصبغه اجنبيه شويه، أجنبية، ولكن هو في الاول وفي الاخر مصري. لو جيت حسبته نفس الطباع، ذكي، عرف يتاقلم على الاوجاع بسرعه، كان في عناصر مصريه قدرت توصل له المعلومات بشكل جيد. كابتن سامي قمصان طبعا قبل ما يدخل النادي، اعتقد في ناس وصلت له المعلومه كتير جدا، معلومات عنده داتا كبيره، وهو كمان انا ممكن تديني داتا بس انا ما اعرفش اتعامل بيها، ابقى مش ذكي، ابقى ما بعرفش اتعامل في مواقف كده، لكن هو ذكي. انا شايف ان هو واخد جزء كبير من شخصيه المصريين على احترافيه اكتر، ان برده جنوب افريقيا، انا مش من الناس اللي بتصنف جنوب افريقيا افريقيا قوي، مش زي دول افريقيا الثانيه. لا طبعا هم سابقين اكتر طبعاً شويه، طبعا جزء من اوروبا كمان. بالزبط. يقال عنها كده في الدراسات الافريقيه، حتى في تعاملاتهم لا مختلفين شويه عن الافارقه. فاحنا بسبب الاستعمار طبعا، أكيد. يعني قصص تاريخ الاستعمار مع جنوب افريقيا طويل، اكيد، وهم استفادوا.